لكم، نتمنىكم كلكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب سلو، يرى بين سلو كي غتشوفوا المقادير ديالو، اللوز الججلان غتعرفوه راه سلو. اليوم بغيت نصايب سلو، بغيت نمشي معكم دقه دقه، نعطيكم المراحل ديالو كاملين. اول حاجه غنبدا بها هي التحمار، غنحمر هذا الشيء كامل، بعد غادي نطحن. بغيت نشارك معكم كل شيء، ما غاديش نعطيكم العبار القياس شحال دابا، حتى نبدا نخلط عاد نقول لكم كل حاجه شحال درت فيها. دابا حطيت داكشي كلشي اللي غيتحمر، ججلان، كاوكاو، اللوز، ايلان، زريعه الكتان، حبه حلاوه والنافع، هادشي اللي غنحمرو دابا. ونقول لكم الطريقه ديال التحمار، غنمشي معكم دقه دقه كيف قلت لكم. ديجا راه عندي سلو في القناه، كانت مصايبه ليا اختي، كنا قلينا اللوز قلينا كاوكاو، دابا لا، غادي كلشي غندخلو للفران غادي نحمرو. ديجا راه الفران درتو كيسخن كي كتسمعوا، ها هو الصوت ديالو. نبداو دابا على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هي الججلان. راه نمشي على الفران كيف قلت لكم، غادي ندخلو وغادي نبقى رادة ليه البال غير باش كنعرفوه راه تحمر، كنبقاو نقلبو فيه. هو كيطيب حنا كنقلبوه بشعود ديال الخشب، كنقلبوه حتى كتسمعوا الحبات كيبداو كيطرطقوا، كتعرفوا راه الججلان طاب. غادي ندخلو الفران، غادي ندير جوج، هادي ثلاثه وهادي، ندخل حتى هادي الفران. بعد ما تحمر ليا الجنجبيل، دابا غادي ندير اللوز، ما غادي ندهنو لا بزيت لا حتى شي حاجه، غادي حتى هو ندخلو الفران. عندي ديجا باقي سخون، مره مره نبقى نقلبو حتى يتحمر. ملي غيتحمر غادي نوريكم كيفاش كيولي. ها هو اللوز بعد ما تحمر باقي سخون، كتقسمو اللوزه بحال هكا كتبان ليكم حمرا، واحد اخر كيكون مقرمل وبحال هكا محمره، ما تخليوش يتحرق لانه الا تحرق راه غادي يخسر سلو، غيطلق فيه المروره. دابا غادي ندير كاوكاو حتى هو تحمر، غادي ندير كاوكاو، كاوكاو شويه نقصوا عليه البوطه، الفران نقصوا عليه الجهد ديال الفران. غادي ندير فيه شويه ديال الزيت، زيت عادي، غير واحد جوج غلاقات، صافي غير جوج غلاقات، ونحركو هكا مزيان حتى يدخل فيه الزيت. وغادي ندخل الفران، عافية ما تكونش مجهدة باش ما يتحرقش ويتحمر لينا من الداخل. ها كاوكاو حتى هو كيف كتشوفوا تحمر، راه باقي سخون، حتى هو كتقلبوه بحال هكا، حتى هو بحال اللوز كي سخون كيبان ليكم، كيجي محمر وما محروقش بحال هكا. دابا غادي نحمر إيلان وحبة حلاوة والنافع، ما كيبغوش يتحمروا بزاف. نحيد هذا، دابا غادي ندير الا يتحمر في الفران، ما كيبغوش يتحمر بزاف غير شويه، خليهم يخلوش بزاف ديال الوقت. وغادي ندير النافع وحبه حلاوه حتى هما، حتى هما ما كيبغوش يتحمروا بزاف، الا تحمروا بزاف راه غادي يتحرقوا، كنحمروهم غير شويه باش يطحنوا لينا ويخرج لينا داك المذاق ديالهم، ملي كيتحمر كيخرج المذاق ديالهم زوين بزاف. غادي نكمل دابا التحمار،
وبقات لي زريعه الكتان حتى هي غادي نديرها تحمر شويه حتى هي ماشي بزاف غير شويه صافي وغادي نتلاقاو باش نبدا نطحن كلشي. اول حاجه غادي نبدا بها هي اللوز. غادي نجيب الطحان ديالي، انا غادي نطحن في هذه. اللي ما عندوش هاد الطحانه ماشي مشكل، يقدر يدي غير الطحان ديال الزنقه، عطار راه كيطحن. غادي نبدا باللوز. اللوز الاول غناخذ كميه غير قليله، تقريبا عندك الزلافه حيت هذه بغيتو يجي غير مهرمش. غادي نهرمشو هو الاول. صافي هذا غنخليه غير بحال هكا، غادي نخويه. وغادي ندير هذا غادي نطحنو مزيان. كيفاش كيولي كيطلق كاع ديك الزيوت ديالو. دابا غادي نحيدو. اللي كيبقى بالقشور ديالو كيجي واحد المذاق اللي هو غزال. دابا غادي نبدا بكاوكاو، درتو في ما غسلتهاش لانها فيها غير اللوز، درت غير نفس الكميه باش داغي يطحن ليا. دابا غادي ندير عليه شويه ديال السكر كلاصي باش كيطحن بالزربه ما كياخذش الوقت. ها هي الطحله الثانية اللي طحنت. كاوكاو باش يطحن لكم بالزربه ياخذش لكم الوقت بزاف، هي كديروا ليه سكر كلاصي يا السنيده. دابا غادي نطحن الجلجلان. دابا غادي نبدا بالجلجلان. الجلجلان تاعو غنحيد منه زلافه. دابا غنطحن، غنخلي حتى هو زلافه كبيره منه. ها هو طحنتو، راني طحنت معاه يبان لكم اللون بحال هكا، طحنت معاه زريعه الكتان. ودابا غادي نطحن إيلان والنعفع وحبه حلاوه. إيلان خصو يطحن مزيان ويتغربل في غربال يكون رقيق، لان الا بقات منه غير شويه بقى ما مطحونش مزيان غادي يتغزز في الماكله في سلو. غادي نطحنو مزيان، راني حمرتو كيف قلت لكم غير شويه حبه حلاوه والنافع تما غير صهدتهم شويه في الفران، تما غادي نطحنهم ونتلاقاو باش نخلطو سلو. من بعد ما طحنت كلشي كيف شفتو، غادي دابا غنعطيكم العبار ديال كلشي. هنايا عندي درت كيلو ونص ديال الجلجلان، حيدت منه غير زلافه، ها هي ما طحنتهاش. ودرت معاه رابعه ديال زريعه الكتان حتى هي طحنتها. هنا عندي كيلو ديال الكاوكاو كتشوفوا طحنتو. هنا عندي كيلو ديال اللوز حيت منو هو زلافه غير هرمشتها. هنا عندي نص كيلو ديال الايلام. السكر عندي نص كيلو ديال السكر كلاصي. السكر دائما كيبقى على حسب الذوق،
ملي كتحركوا. دابا انا نقدر نديرو كله نقدر ما نديروش. عندي هنا عندي القرفه وعندي النافع وحبه حلاوه. هنا طحنت له حكيت هنا شويه ديال الكوزه. هنا المسكه الحره مع شويه ديال السكر كلاصي. نبداو باش نخلطوا. المهم الطحين خليته لكم هو الاخر عاد نعطيكم العبار. هنا درت كيلو ونص ديال الفورس كما كتشوفوا محمر، وهنا درت كيلو ديال الكومبلي خليته حيت ليه غير النخاله الغليظه وخليت الرقيقه. غادي نعاود نغربلو. حاجه ناشفه غنبدا بجوج جنان وزريع الكتان. غادي ندير كاوكب زيت اللوز هنايا عندي 3 معالق ديال حبه حلاوه 3 معالق ديال النافع وغادي ندير 4 معالق يكونوا كبار ديال القرفه وغادي نبدا نخلط. بسم الله هنا عندي نص كيلو غادي ندير نخلي غير شويه حتى نذوق غندلكو هكا مزيان. انا غادي ندير زيت العود وغادي ندير الزبده. زيت العود غندير هاد الماركه هادي خفيفه ما فيهاش المذاق مجهد. هنا راه عندي كاس كبير كيلو ديال الزبده. طيبتها حتى كتولي هكا زبده النوازيت. زدت معها كاس كبير ديال الزيت العاديه. صافي وكنبقى ندلك حتى كتجمع. بعد
بعد ما خلطته مزيان كنبقى بحال هكا ندلك حتى كيخرجوا كاع الزيوت. العام بغينا نخليو غير هكا شويه ما يكونش مع كومبلي، ما بغيناش يكون ميدن بزاف، بغينا يكون شويه صحي. اللوز خليته حتى الاخر، من الاحسن باش ملي تكونوا دلكوا ما يوعدكمش في يديكم. هذا غير غنخلطوه صافي ونتلاقاو في الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديالنا ديال السلو، قدمته على جوج تشكال. هنا قد زوقته شويه وهنا خديته سامبل، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. راه غزال صحي، المذاق ديالو ولا اروع. بسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. مبروك عليكم رمضان، ندخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش كتمنوا كاملين اي واحد في خاطره شي حاجه. سلام عليكم.